يكون امها ابوها عايد جماعتها ما عليك منهم. مش تبقون يلا ما اقول لهم شيء برا. وش بيسوون؟ تركبها معك في السيارة وتروح تمشابها وتحبحبها وتسيبها لا تبغي. وش يسوي؟ لا ما فيني ها؟ ما اقول لك شيء عايدي عايدي ما في حليلهم ما في بندق ولا لا ما في بندق ولا مشاكل. اهم شيء انا راضي تمك هذا اهم شيء. اهم شيء ما تقول جلالتنا عليك ولا تقول ليش رايحين بغصب ولا ما في قصايف ولا شيء. ظنك انهم بيعاينوني ولا يقولون شيء؟ صديقتك مره حطها على باب الامن ها؟ ارحبها معي في باب الخير. قول وش نسوي؟ تعرض على اخوها ولا ابوها عايدي قول له السلام عليكم. مره كل شيء يسوون على برقع ما في مشكله ولا شيء. ما في مشكله ولا تلبس لا برقع ولا تلبس بش ما بلا عايل كل شباك بدون سروال. سروال السروال قصير عايبه هاي السروال ما بلا ما بيش خرها مثل المنظافه. طيب حليلهم يا حليلهم يا حليلهم يا حليلهم. شوف هم انا ما غير مثل المنظافه كلهم حاطه هم المنظافه اللي تنزل من الحيد قال حاطته في الشخر من بره وشطايب مصاريع ما لها شيء ما لها الا خياطات ماسكه تامر ما عليه شيء وحاطه شبت على نهود هم وبطل ما عشان ثم انا راك تعايب اللي حولك